مرحبا، كيف أنت؟ اتفهمني؟ هل يمكنكم تخمين أي لهجة عربية أتحدث؟ ماذا لو قلت لكم إنني تحدثت بلغة أوروبية؟ نعم، هناك شعب أوروبي يقول عن هذا خبز، وردة، لسان، بحر، دجاجة، حليب، سكر. إنهم المالطيون الذين تشكل اللغة العربية حوالي ثلث مفرداتهم. المالطية هي اللغة الوطنية الرسمية لدولة مالطا، وهي أيضاً اللغة السامية الوحيدة المكتوبة بحروف لاتينية، وكانت لغة منطوقة فقط حتى أواخر القرن التاسع عشر. نبرتها وإيقاعها عربيان قريبان من اللهجات المغاربية، خاصة التونسية، مع بعض الكلمات الإيطالية والإنجليزية. Let me hear you count from 1 to 10 in Maltese. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشرة. الأرقام مثلاً تنطق كأنها عربية تماماً، وكذلك أيام الأسبوع وأسماء الفصول، ناهيك عن قواعد النحو والصرف. مسيحيو مالطا عندما يذهبون إلى الكنيسة يصلون إلى الله، وفترة الصوم الكبير عندهم تسمى براندان، وهو لفظ قريب من كلمة رمضان، شهر الصوم لدى المسلمين. فما سر هذا التقارب بين مالطا والثقافة العربية والمسلمة؟ تقع جزيرة مالطا في البحر الأبيض المتوسط جنوب إيطاليا، وتعد من بين أصغر دول العالم. هناك مؤشرات على أنها كانت محطة بحرية تجارية وعسكرية مهمة، لذا كانت مسرحاً للعديد من الصراعات. من أهم فصول هذه الصراعات الحروب بين البيزنطيين والعرب. في القرن التاسع اجتاح الأغالب العالم البيزنطي، وهم سلالة عربية مسلمة حكمت تونس وشرق الجزائر وغرب ليبيا، وسيطرت على صقلية وجنوب إيطاليا ومالطا إلى أن أطاح بها الفاطميون. استمر الحكم العربي الإسلامي لمالطا لأكثر من 200 عام، وانتشر الإسلام والعربية التي اختلطت بلغات محلية أخرى لكنها حافظت على تأثيرها. ابتداءً من 1090 سيطر النورمانديون على مالطا بقيادة الكونت روجر الأول، ففقد المسلمون السلطة السياسية، لكن وجودهم لم يتلاشى حتى 1250. يقال إنه من هنا جاء المثل الشعبي مثل الذي يؤذن في مالطا، الذي يضرب في أي مسألة لا جدوى منها، لأنه في ذلك الوقت حتى لو نادى أحدهم للصلاة فلا أحد سيستجيب. تعاقبت على حكم مالطا قوى مختلفة مثل الرومان والإسبان والفرنسيين والبريطانيين. استقلت عن الحكم البريطاني عام 1964، ثم أصبحت عضواً في الاتحاد الأوروبي عام 2004. المالطيون ليسوا عرباً ولا ساميين، وغالبيتهم يصنفون أنفسهم مهاجرين من موطنهم الأم في الصقلية الإيطالية. بعضهم لا يعتبرون لغتهم عربية الأصل، بل فينيقية أو كنعانية أو ببساطة مالطية، لكن مؤرخين يؤكدون غير ذلك، حتى إن اللغة العربية متوفرة في المدارس بشكل اختياري إلى اليوم. هل تعرفون لغات أخرى قريبة من العربية؟ شاركونا في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة.